السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابي الأعزاء طلاب الصف الرابع. اليوم رح نحكي عن آخر درس عنا بالفصل وآخر درس بالصف الرابع. يا أحلى طلاب، اليوم رح نحكي عن خطة حل المسألة. استعمل أشكال فين، استعمل أشكال فين. أول إشي معطيني هذا السؤال، بدي أحل. بحكي لي يفضل 20 طالب من طلبة الصف الرابع مشاهدة مباريات كرة القدم. إذا عندي 20 طالب بفضلوا مشاهدة مباريات كرة القدم، ويفضل 30 طالب من الصف مشاهدة أفلام الكرتون. إذا عندي 20 طالب بفضلوا مباريات كرة القدم، وعندي 30 طالب بفضلوا أفلام الكرتون، ويفضل 15 طالب مشاهدة مباريات كرة القدم وأفلام الكرتون معا. يعني بيحبوا كرة القدم وبيحبوا أفلام الكرتون معا. ما عدد طلبة الصف؟ شو عدد طلبة الصف؟ إذا أول إشي معطيني عندي 20 طالب، المعطيات تبعوني المسألة اللي معطيني إياهم، عندي 20 طالب بفضلوا كرة القدم، وعندي مشاهدة مباريات كرة القدم، وعندي 30 طالب بفضلوا مشاهدة أفلام الكرتون، وعندي 15 من هدول الصف بفضلوا مشاهدة مباريات كرة القدم وبفضلوا مشاهدة أفلام الكرتون. تمام؟ هلا بحكي لي شو عدد كل الصف. أول إشي بدي أروح أحكي، هاي عندي هدول اللي بفضلوا إيش؟ كرة القدم. تمام؟ وهدول اللي بفضلوا إيش؟ أفلام الكرتون. في منهم 15 مشترك، 15 بفضلوا كرة القدم وأفلام الكرتون. تمام؟ هلأ ما عدد الطلبة بفضلوا كرة القدم؟ هون بدي أحط اللي بفضلوا كرة القدم لحال دون أفلام الكرتون. شو عددهم؟ إذا كان عددهم كلهم اللي بفضلوا كرة القدم كم؟ 20، كلهم 20، بس في منهم ايش؟ 15 بفضلوا كرة القدم مع أفلام الكرتون. فشو رح أروح أحكي؟ رح أروح أحكي 20 نقصت منهم 15، كم رح يضل لي؟ رح يضل لي 5. هون 5، كيف عرفت؟ مجموعهم هون بهاي الدائرة كلياتهم لازم يطلعوا 20. ليش؟ لأنه بحكي لي 20 طالب بفضلوا كرة القدم، فلازم هاي الدائرة كم يطلع؟ 20. هاي لازم يطلع فيها 20، بس أنا رح أطرح هذا الجزء لأنه هذا الجزء بفضل كرة القدم وأفلام الكرتون معا، فرح أطرح ناقص 15 رح يطلع معي 5. حسب هاي الدائرة رح يطلع معي اللي بفضلوا أفلام الكرتون كم؟ 30. يعني هاي المجموعة لازم يكون 30، بس عندي هون 15، كم هون لازم يكون؟ فرح أروح أحكي 30 ناقص 15 شو يساوي؟ 15. تمام؟ فعندي هون مجموع الطلبة، كلياتهم عندي هون أحكي 5 زائد 15 زائد 15. تمام؟ عدد طلبة الصف بيساوي عدد الطلبة بفضلوا أفلام الكرتون زائد عدد الطلبة اللي بفضلوا كرة القدم زائد عدد الطلبة اللي بفضلوا كرة القدم وأفلام الكرتون معا اللي هم 15، ويساوي كم؟ 35. 35 طالبا. تمام؟ هلا شو عملت؟ اجيت شكلت باشكال فين، اجيت شكلت باشكال فين، حكيت هاي المجموعه الاولى وهاي المجموعه الثانيه، عدد المشترك بيناتهم كم؟ 15. هلا المفروض اللي يكون في هاي الدائره لازم يكون عندي 20، هون منهم 15 مشترك، فش بدي احكي؟ 20 ناقص 15 كم ضل؟ 5. هون العدد كله لازم يطلع عندي 30، لكن هون عندي 15، فشو رح أروح أحكي؟ 30 ناقص 15، عشان أجمع عدد الصف كله
بيفضلوا افلام الكرتون، واللي بيفضلوا افلام مباريات كرة القدم، واللي بيفضلوا افلام الكرتون ومباريات كرة القدم معا. رحت جمعت هذا العدد وهذا العدد وهذا العدد، طلع عندي ايش؟ عدد طلبات الصف كامل. هيك بنكون حكينا عن خطة حل المسألة باستعمال اشكال فين يا رابع، ويعطيكم العافية. وهيك بنكون ختمنا منهاجنا، وكل عام وانتم بألف خير يا رب، وان شاء الله بتمنى لكم سنوات مديدة من النجاح والتقدم والتألق، ويعطيكم العافية.